عندنا الزيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية وبدعية وشركية. زيارة الشرعية، أول الشرط الأول ألا يشد إليه الرحل، يعني لا يخرج يسافر من أجل زيارة القبور. حتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الشرط الثاني أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت وما بعد الموت والخوف من الله. أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. الشرط الرابع أن لا يأتي بما يخالف الشريعة. أن لا يشد لها الرحل، ينوي تذكر الدار الآخرة، ينوي الدعاء له وللأموات، أن لا يأتي بما يخالف الشريعة. إن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند القبور، لأني أظن أن الدعاء في هذا الموضع له فضيلة ومزية. نعم. فهذه زيارة بدعية. نعم. وإذا نوى دعاء صاحب القبر فهذه زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصنع عندها شيء من العبادات. وكذلك لا نستطيع أن ندفن أحد في البيوت. لماذا؟ لأنه أصبح الآن عندما تدفن في أحد لم يصبح بيت، أصبح مقبرة. وكذلك المساجد لا يمكن أن ندفن فيها أحد. لماذا؟ لأن الله قال: وأن المساجد لمن؟ لله، فلا تدعو مع الله أحد، لا يمكن أن ندفن فيها أحد.